هذه قيمة لولا هالخيدمة وانطاني رفعة حب ابو اليمة انا اختصر كل عمري باللاطمة ذخر قابري ذخر قابري ما عندي قيمة لولا هالخيدمة وانطاني رفعة حب ابو اليمة انا اختصر كل عمري باللاطمة ذخر قابري ذخر قابري اضيعا اذا بابك انسيت حبيبي علي احلفك يا ابو اليمة خاطر رقية اريد بخدمتك اظل البنية اضيعا اذا بابك انسيت حبيبي علي احلفك يا ابو اليمة خاطر رقية اريد بخدمتك اظل البنية والله جناح فرقتك ما عرف جفني بدموعك لا تظنين اتنفس انا وبس هواي يطف حلم عمري حلم عمري والله جناح فرقتك ما عرف وجفني بدموعك لا تظنين اتنفس انا وبس هواي يطف حلم عمري حلم عمري ازورك بهمومي وحنيني وبقايا عمري مثل فطرس انت تشافي لكسري يا ابو اليمة بيدك صبح والله امري ازورك بهمومي وحنيني وبقايا عمري مثل فطرس انت تشافي لكسري يا ابو اليمة بيدك صبح والله امري يا مالك احساسي وحق ربك قرقان انا ومتعلق بحبك ابتر اجزامي لو نسد دربك عهد باقي عهد باقي يا مالك احساسي وحق ربك قرقان انا ومتعلق بحبك ابتر اجزامي لو نسد دربك عهد باقي عهد باقي اجيلك على راسي ارفع يا غالي رايه عليها ترجمان الحكايه حسين البدايه وحسين النهايه اجيلك على راسي ارفع يا غالي رايه عليها أترجم معاني الحكاية حسين البداية وحسين النهاية ما عندي قيمة لولا هالخيدمة وانطاني رفعة حب ابو اليمة انا اختصر كل عمري باللاطمة ذخر قابري ذخر قابري ما عندي قيمة لولا هالخيدمة وطاني رفعة حب ابو اليمة انا اختصر كل عمري باللاطمة ذخر قابري ذخر قابري اضيعا اذا بابك انسيت حبيبي علي احلفك يا ابو اليمة خاطر رقية اريد بخدمتك اظل البنية اضيعا اذا بابك انسيت حبيبي علي احلفك
يا ابو اليمة خاطر رقية، اريد بخدمتك اظلل بدية. والله جناح فرقتك ما اعرف، جفني بدموعك لا تظنين، اتنفس انا وبس هواي يطف حلم عمري حلم عمري. والله جناح فرقتك ما اعرف، وجفني بدموعك لا تظنين، اتنفس انا وبس هواي يطف حلم عمري حلم عمري. أزورك بهمومي وحنيني وبقايا عمري، مثل فطر سنت تشافي لكسري، يا ابو اليمة بيدك صبح والله أمري. أزورك بهمومي وحنيني وبقايا عمري، مثل فطر سنت تشافي لكسري، يا ابو اليمة بيدك صبح والله أمري. يا مالك احساسي وحق ربك، قرقان انا ومتعلق بحبك، ابترك زامي لو نسد دربك، عهد باقي عهد باقي. يا مالك احساسي وحق ربك، قرقان انا ومتعلق بحبك، ابترك زامي لو نسد دربك، عهد باقي عهد باقي. أجيلك على رأسي أرفع يا غالي راية، عليها ترجمان الحكاية، حسين البداية وحسين النهاية. أجيلك على رأسي أرفع يا غالي راية، عليها أترجم معاني الحكاية، حسين البداية وحسين النجاح. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة المهدي الفضائية، أهلا وسهلا بكم في هذه التغطية الخاصة من طريق نجف كربلاء. أعزائي المشاهدين، تشاهدون المسيرة المليونية التي سحفت من كافة أنحاء العراق، وانطلقت هذه المسيرة من 1 صفر ومستمرة إلى الآن. طبعا احنا اليوم نصور في محافظة النجف الأشرف، طريق نجف كربلاء، وتحديدا في العمود 934. كما تشاهدون هذه الجموع الغفيرة التي جاءت إلى مدينة كربلاء المقدسة من كافة أنحاء العالم. في هذه المشاهد تشاهدون الجنسية الباكستانية والجنسية الأفغانية والجنسيات الخليجية، وكذلك من العراق ومن إيران وتركيا والدول الأوروبية. الكل جاءت، منهم جاء بحرا ومنهم من جاء جوا. المنافذ الحدودية في العراق فتحت أبوابها لاستقبال هؤلاء الزوار الذين توافدوا على مدينة كربلاء وعبر منافذ البرية والمنافذ الجوية وكذلك البحرية عبر الخليج العربي. على طول هذا الطريق انتشرت المواكب الحسينية والمواكب الخدمية لتقديم الخدمة من الطعام والشراب لملايين الزوار اللي يشاهدونهم، وكذلك المنام وتوفير المفارز الطبية وتوفير كافة الوسائل لراحة الزائرين. الكل طبعا يتغذى والكل ينام والكل يتطبب والكل يسير بصحة وسلامة. لحد الآن لم تسجل أي هناك حالة وفيات أو أي حالة من حالات التسمم أو أي حالة أخرى لا سامح الله. لم تسجل وزارة الصحة العراقية أي حالة وفاة أو حالة تسمم خلال مسيرة 40، عدا الحوادث المرورية.
اليوم طبعا ونحن نصور هذه المشاهد عبر شاشة قناة المهد الفضائية التي شرعت بكافة كوادرها في مختلف من العراق من جنوبه إلى مدينة كربلاء المقدسة لننقل ما يشاهده العالم عبر هذه الشاشة المباركة. اليوم طبعا راح ندخل إلى أحد المواكب الخدمية وراح نشاهد ماذا قدم هذا الموكب من وجبة طعام. الموكب هو حسينية حبيب الله، جاء من محافظة ميسان. طبعا راح نروح نتعرف على هذا الموكب وهذه الحسينية، لكن راح نروح فاصل ثم نتواصل في مسيرة الأربعة. روح عليك ألطم لك وأنوح عليك كل عاشور بالامي ودومي من عطش التصير يا ابن الزهرة قدامي متحضر الهاي السنة وكل سنة وانت اللي يحبك لازم تجننة متحضر الهاي السنة وكل سنة وانت اللي يحبك لازم تجننة حسين سارح فكر وصوت الضمير اعتله حسين أول هايم أنا وعاشق كربلاء ما جار الزمن بيك باسمك سباحت يا حسين بنفاس الحسينية حبيت العشق وياك حبيت العشق وياك يا لتارس محنية ولو للموت ما جازي خيرك سابق علي هل احترق حتى شعور بحرقتك يا ابو علي قلبي جواد خيمتك خل احترق حتى اشعر بحرقتك يا ابو علي قلبي جواد خيمتك حسين يحلى التعب والتعب ما اجمله حسين اول هايم انا وعاشق كربلاء أعزائي المشاهدين طبعا دخلنا إلى هذه الحسينية المباركة حسينية حبيب الله ولنا وقفة مع خادمها السيد المحترم سيد مرتضى العولوي مولانا عظم الله أجورنا وأجوره عظم الله لنا ولكم الأجر كيف الحال إن شاء الله بخير الله يسلمك الله يبارك فيك جزاكم الله الله يكون معكم إن شاء الله يا طبعا حسينيتكم بتجذب انتباه الزوار اللي قاصدين إلى مدينة كربلاء وكما نشاهدنا طبعا الزوار هم مارين قسم من يتصور مع هذه الحسينية وهذه الخزانات الكبيرة وكذلك شاهدنا اليوم مجموعة كبيرة من الإبل قد نحرت فإحنا قبل تتكلمنا على هاي راح نتحدث بشيء بسيط
اولا عن حسينيه حبيب الله ثم عن مؤسستكم في محافظه ميسان. نبدا من ميسان. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وافضل الصلاه واتم التسليم على ابي الزهراء محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين. نحن اليوم نعيش اجواء ايام شهر محرم الحرام، ايام شهر صفر الخير. ننتقل من ميسان، عمدت مؤسسة عشاق الحسين في محافظة ميسان على الخدمة الحسينية من بداية تأسيسها. المؤسسة حقيقة بها عدة لجان أو عدة هيئات تتكون، لجان خدمية، لجان اجتماعية، ولجان عشائرية لإصلاح ذات البين، وتفرعت حتى انتقلت إلى كربلاء للخدمة الحسينية. نعم، كانت لديكم مواقف عريقة، زنجيل ومواقف تطهير وأيضا مواقف خدمية، إيش قد عددها سيدنا الموجود هناك في ميسان؟ في محافظة ميسان المواقف الحسينية تصل، تارة تصل في يوم أبو الفضل العباس عليه السلام بين 45 إلى 50 موكب زنجيل والتطبير، والمواكب التشابيه، والمواكب العزاء، المواكب اللطمة المستعرضة أمام المنصة. سيدنا الغالي، طبعا بعد ما تخلص العشرة محرم ويأتي شهر صفر تنتقلون من ميسان إلى هنا باسم آخر، حسينية حبيب الله. حقيقة هذه العمارة لديها نموذج خاص بالخدمة الحسينية، انتقلت إلى بين طريق كربلاء نجف من 2003 إلى الآن. والحسينية حبيب الله تعرف محافظة ميسان محافظة عريقة، محافظة متماسكة، محافظة اجتماعية، محافظة عشائرية، لذلك انتقلت كل العشائر وكل بما فيهم الطوائف، عشيرة العمارة تنفرد بالكرم والطيبة، لذلك تجتمع كلها على حب الحسين حتى بدأت في هذه الحسينية. سيدنا، من جئتوا وحملتوا العفش مالكم والأغراض وعدد الذبائح اللي جبتوها؟ حقيقة هاي السنة بما أنه الأعداد، أعداد الزوار وبالأخص من الدول ازدادت، لذلك إحنا كل ما تزداد عدد الزوار تزداد الخدمة وعدد الزوار، فلذلك هذه السنة انفردنا في قضية نوعية، أو ليست السنة الأولى حقيقة وإنما كل السنين، لكن هذه السنة تختلف. 50 من الإبل وما يقارب 25 من الحلال اللي هو البقر. سيدة، كم عدد الخدم اللي موجودين معاك؟ والله حقيقة عدد الخدم في حسينية حبيب الله العمارة يختلف عن بقية الحسينية. كلهم من الشباب، كل الشباب الأبطال والأغلب العام شباب، هو عاطل عن العمل، تلقاه كادح في حب الحسين. نعم. يعمل ليل ونهار، يصل عدد الخدام بما يقارب إلى 100، لأن تعرف شفتات تكون العملية، شفتات متواصلة من الليل إلى اليوم الآخر. سيدنا الغالي، ممكن احنا راح نتجول، ندخل جوا نشوف هذا. تفضل. انا اعزائي المشاهدين، طبعا دخلنا احنا للحسينيه وراح نشوف، طبعا اليوم عادين وجبه عشاء، اليوم وجبه عشاء باسم الامام، باسم الامام الحسن سفره عليه السلام، سفره ثابته تعرف، لان يصادف ايام استشهاد الامام الحسن بايام الانتقال من محافظه ميسان الى كربلاء. اليوم 50 بما يقارب 50، 48 الى 50 عدد الذبائح، راح تكون سفره باسم الامام الحسن عليه السلام. هاي ايش قد الشيل رز؟ هاي تقريبا شيل بالجونيتين رز، يعني 100 كيلو. 100 كيلو رز. ايش قد عندك كم صينيه يعني؟ وانا تقريبا ما يقارب بال 50، بين 3 مترات ونص وبين 5 مترات وبين المتر، متنوعة. نعم. هذه كل صينية راح تخلي عليها بعير يعني؟ لا، ما تكفي، اثنين بعير. اثنين؟ يعني اذا راح تخلي اليوم 25 صينية؟ لا، 25 صينية من الكبار. من الكبار؟ من الكبار. يعني عندك 50 ابل. اي، والبقية متفرقة. نعم. بالصوالم والمتر حتى يكون يغطي أكثر عدد من الزوار. سيدنا، كم يوم إن شاء الله راح تكون بالخدمة؟ احنا بكل سنة نبقى ما يقارب 12 يوم إلى 13 يوم بالطريق. ما بعد الزيارة وفاة الرسول تكون ولا؟ الزيارة ما نبقى، تبقى نسبة قليلة تعرف، لأن المشاي راح تكون بالسايد الآخر مو بالطريق مال طريق الحسينيات. نعم. فتكون الخدمة بها أقل، بس إن شاء الله نعزم واحد محرم إلى 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 20 من صفر. نعم. وإن شاء الله راح نكون. شو شعر سيد مرتضى بهذه الخدمة اللي
افناها من واحد محرم، انت قبل واحد محرم تبدي لان يعني تحضر المواكب. واحد محرم وما يقارب من عيد ضحيه اللي 20 صفر يكون يعني عمل متواصل. اي تقريبا بالحدود هذا. شو تسمي هاي الثلاث اشهر بنفسك؟ هاي انا بالنسبه لي اعبر عنها وداخلي وحقيقه واقولها وانا مطمئن البال والحال، اقول انها سفره مع الله. كيف راح يكون حال سيد مرتضى لما ما يغلق الحسينية ويغادر إلى ميسان؟ نقول هنا تسكن العبرات وهنا تقشعر الأبدان عندما تتحول من السفرة إلى الله إلى الصمت. بعد هذه المسيرة الطويلة بما يقارب 3 أشهر تنتقل من حال إلى حال، خلينا نقول نعبر عنها تنتقل من الجنة إلى الدنيا. هذا سيدنا غالي سيد مرتضى يفكر اذا الله يعني انطاه طول العمر يفكر مستقبلا راح شيء يقدم يعني يجي بباله في الشغلات يخطط لها يعني؟ والله التفكير موجود والتخطيط موجود والاعداد موجود، تكون مدرسه باسم الامام الحسين عليه السلام، مدرسه توعويه، مدرسه ثقافيه في نفس الطريق ان شاء الله. فعمدنا هذه السنه بس لكن ما لحقنا تدارقنا الوقت، كانت عندنا نيه محاضرات ومجالس بنفس الوقت يكون لها زمن مؤقت. ولكن كلمة أخيرة ماذا تقول للإمام المهدي في هذا اليوم؟ نقول سيدي يا أبا صالح أنت صاحب العزاء، سيدي يا أبا صالح نحن شيعتك، شيعة علي والحسين، نحن الشيعة المظلومة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أنصارك وشيعتك ومواليك والمستمرين في هذه الخدمة على طريق محمد وآل محمد. الله يبارك فيك. أعزائي المشاهدين في هذه الكلمات احنا راح نبقى في هذه الحسينية المباركة حسينية حبيب الله، وراح ننتظر وراح نشوف جموع الزائرين ونشوف الكرم والضيافة اللي يقدم هذه الحسينية، فكونوا معنا وهذه المشاهد من حسينية حبيب الله. وشلون الحرم منك الله يطول بعمري حتى اكثر اخذ منك، كل ما غمض عيوني كل ما غمض عيوني ينشدني القلب عنك يا اجمل عشق بالكون، حرت شلون اوصف انك انت الملك يا الغالي واحنا الخدم، وعندك جواز وجفك عليه ختم، انت الملك يا الغالي واحنا الخدم، وعندك جواز وجفك عليه ختم. حسين شفت الغيره وشفت بعين المرجله، حسين اول هايم انا وعاشق كربله، يا الله الروح الخدمه يحسن، صوت الشعاير يهتف النصر يحسن، نادر عمري ونادر روح الخدمه، صوت الشعاير يهتف النصر صاير لي سنة حضر، صاير لي سنة حضر لجلك شاد حزامي، أنا بخدمتك يا حسين كلها مخلص أيامي، ألطم لك وأنوح عليك، ألطم لك وأنوح عليك كل عاشور بالامي، ودومي من عطش تصير يا ابن الزهرة قدامي، متحضر الهاي السنة وكل سنة وانت اللي يحبك لازم تجننا، متحضر الهاي السنة وكل سنة وانت اللي يحبك لازم تجننا، حسين سارح
ما جار الزمن بيك باسمك سبحت يا حسين بنفاس الحسينية حبيت العشق وياك حبيت العشق وياك يا لتارسني حنية ولو للموت ما جازي خيرك سابق علي هل احترق حتى شعور بحرقتك يا ابو علي قلبي جواد خيمتك خل احترق حتى شعور بحرقتك يا ابو علي قلبي جواد خيمتك حسين يحلى التعب والتعب ما اجمله حسين اول هايم انا وعاشق كربلاء بقيمت والخدمتك دمعي يا الخدمتك ورثوها من الولد احسب قيمت والخدمتك دمعي يا الخدمتك ورثوها من الولد حسين صاب الهوى ودمعاتي لتغازلك حسين اول هايم انا وعاشق كربلاء باسم رب العزاء باسم النحر وخيامه من نور طينة كربلاء يا ربك خلق للطامة عسل لي بوها عمامته صار اللطم الهامة عاشور ردنا مو شهر كون الف عام ايام ندعي بهضم ما ننحرم من البكي ومن اللطم كل ما اشوف خيمه تجوين النار وابني بدمع عيوني خيمات صغار لبيك لبيك يا ابا عبد الله لك رسالة من العريش بالطف رناية لو ما مصيبة كربلاء
تنخلق بجاية يا حسين يخلقنا الهوى ما بي لطم وقراية يبجي لدمعة بالحشر صفحة أعمال أمراية دمع نحسب يسوى الذهب والخاطر هك راح لتعب باسمك ينبض قلبي وعيون تصيح غيرك ما يستاهل كل دمعة تطيح لبيك لبيك يا أبا عبد الله لبيك لبيك يا أبا عبد الله يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين وين ألقى الجروحك وطين كل جروحي مثلك حبيبي ينكتب ليش انكتب مذبوحي عين وخذوا منها الضوء يا حسين دونك روحي وادم تعيش على النفس وانا اعيش بنوحي يا كل هلي وخيمالي ممنون لك يا ابو علي لما يلطم بشفوفه ويهاي الناس كل سنين مقصر ويا العباس لبيك لبيك يا ابا عبد الله لبيك لبيك يا ابا عبد الله جبريل يصرخ بالسماء حضرة عزاه نياله أهل اللاطم يوم الحشور يم الزجي أعماله إنا إليها راجعون مأمنين بجاله تشهد علينا فاطمة يا مال طمن قبالها يوم الفزع تحن الضلع وتصيح وين أهل الدميع ما تحتار الشيعة من الناس تحير ونفوت على الجنة بموكب تطبيع حيدار 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 خدمة لزوار الإمام الحسين فنستقبلهم بالصلاة على محمد وآل محمد بأعلى ما بأعلى الأصوات صار اللطم علها أعزائي المشاهدين طبعا كما تشاهدون الخدام يشعرون بفخر يشعرون بعز من قدموا بكلماتهم يقول هذه الدوق اللي شال الزينب عزبناهن للزوار يعني ذبحوهن ووزعوهن للزوار نتمنى الى هذه الحسينية المباركة والى خدامها بان الله يمن عليهم بالصحة والعافية والخير والبركة الى ان نلتقيكم في رسالة اخرى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حزنك رسالة من العريش بالطف قرناية لو ما مصيبة كربلاء ما تنخلق بجاية يا حسين يخلقنا الهوى ما بي لطم وقراية يبجي لدمعة بالحشر صفحة أعمال أمراية.